ولا عروستي يلا ولد يا ولا بحبك يلا شغال بس العروسه هي اللي صوتها واطي بص بقى هنقول ولا مش هنقول هنقول ولا مش هنقول تعالي بس تعالي يا ميمو تعالي بس كده تعالي تعالي بص اقول لك حاجه سهله خالص انا بعشقك بس بص هنورق خالص هي عروسه النهارده يا سيحه هي عروسه اهو سمع حاجة رهيب سمعت حاجة يا خالتي مش حلوة صح يا محمد بص يا بص بص واحد اتنين تلاتة يلا الله أكبر عليك ده أنا بعشقك يا حرب ده أنا بعشقك تتجوز ايه يا ابني بالراحة احلى حاجة بالراحة ماشي بالراحة يا بابا خليها ايزي ايزي مش كله هزار يا عريسي قلناها مرة واحدة حبيت يا اميرة سمعتوا حاجة بما يرضي الله سمعتيه خليها ايزي ايزي مش كله هزار يا عريسي قلناها مرة واحدة بحبك يا أميرة بيحبك يا عروسة عشوية دولة والعزة دولة بقول لك يا عريس اياك تزعل وتغير لو راحت للكوافير وان راحت للخياطه خد الموضوع ببساطه بما يرضي الله تعالي عروسه قربي علينا كده عروسه بما يرضي الله
هتغير؟ يعني لو راحت للكوافير هتزعل وتغير؟ عادي يعني. طب والخياطة هتاخد الموضوع ببساطة؟ طب بص بقى، ونقلت رايحة الماما قول لها مع ألف سلامة، هتعمل كده؟ اه اوعى، خلي بالك انا والله بهد النفوس. طب ايه؟ ونقلت رايحة الماما اوعاك يا محمد تيجي وتقول يا محمد ايه؟ بعد سلامة بعد سلامة بعد سلامة، ضلوا عليك يا قوي يا قوي يا ابو عبد الله، ضلوا عليك يا قوي يا قوي يا ابو عبد الله، عليك يا نغمة على التفاح على التفاح، سلامة حلوة يا عم حلوة عشان بريدك وارضيك كل لعبة فيدك، وانا حبك يا حب حبك وانا حبك والشوكولاتة ساحت ساحت مطرح ما راحت، والشوكولاتة ساحت ساحت مطرح ما راحت، طب وانا حبك حبك وانا حبك والشوكولاتة ساحت ساحت مطرح ما راحت، والشوكولاتة ساحت ساحت مطرح ما راحت، وارجع تاني واقول لك ولك يا ولا العروس يا ولا، ولك يا ولا العروس يا ولا، قول سلام 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 عشان ده صلاه حرام، ما يعرفوش السلكات يلا دي ناقص الكلام، ألف سلامة لما عشرتها درجة خدت قلب أنا يلا يا ميام، قلوبهم الخيانة سابوني حتى حالي ولسه الزمان أنا لا 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 لا. طب